عمليا صرخه منطقه الدير الاحمر وازمه النزوح. هل الموضوع هذا رح نتناوله مع النائب انطوان حبشي مباشره؟ استاذ انطوان مساء الخير. مساء الخير ماريو، لك لمشاهدينك ولضيفك. فيني اعرف من بعد يعني هالنزوح الكثيف اللي عم بيصير من بعلبك، فيك تقلي عن منطقه الدير الاحمر والجوار شو وضعه؟ اكيد استاذ ماريو، اول شيء منطقه بعلبك الهرمل كلها منكوبه بشكل غير عادي، والله يساعد ناسها، وبنتمنى انه كل المرحله تمرق على خير بدون ما حدا ينهان بحياته اليوميه او بكرامته. مساله منا كثير هينه الا اذا الدوله بتتابع بشكل حثيث ويومي يلي عم بيصير بمنطقه الدير الاحمر. اساسا كان في بين العشرة و12 الف لاجئ. مع التحذيرات يلي صارت امبارح كل بعلبك، لانه التحذيرات ما طالت حي، ما طالت منطقه محدده، طالت كل بعلبك الهرمل، كل مدينه بعلبك والقرى المحيطه فيها. مشان هيك صار في نزوح مخيف وغير عادي. وهون بدي اقول سعاده المحافظ مشكور على متابعته، يعني بشكل كتير سريع جرب مع لجنة الطوارئ إنه يكون في أماكن نزوح أخرى حددها بمنطقة البقاع، لأنه منطقة الدير الأحمر صارت كتير ساتوريتد، يعني ما بقى في إمكانية، وهالشيء تبين امبارح بالليل. طيب. أغلب الناس كانوا بسياراتهم نايمين بالساحات بالشوارع، لأنه نعم قيل إن هناك تقريبا نحو 250 ألف اضطروا إلى إخلاء بعلبك، قديش توجه تقريبا عدد الى منطقه الدير الاحمر؟ يعني بمنطقه الدير الاحمر اذا بدك ماريو ما في جهات عم تعمل احصى فعلي. اذا بتقدر تقدر من اول اعات من ميله بعلبك لتوصل لدير الاحمر السير كان مسكر، يعني ما في طريق يقدر يمشي عليها انسان، عشرات الالاف. مشان هيك كل الساحات، كل الناس كانت نايمة بسياراتها، لأنه ما معقول يقدر يتم احتوائها. حكيت مع الوزير ناصر ياسين وحكينا مع المحافظ يلي عم بيتابع دقيقة بدقيقة، وتوجيهاته كان واضحة أنه يتم إنشاء مراكز نزوح بمحافظة عكار ومحافظة الشمال. نعم. محافظة الشمال كمان عطيت جواب أنه هي ما بقى عنده إمكانية تستوعب. مشان هيك محافظ بعلبك الهرمل رجع حكي مع الناس حين أنه في أربع مراكز نزوح موجودة بمنطقة البقاع، وجه الناس حين الموجودين بدير الأحمر يروحوا باتجاهها. طيب. وهيدا الشيء عم بيتم تباعا. عم بتقلي بهالمعنى أنه منطقة دير الأحمر لم تعد تستطيع تحمل نزوح مواطنين لبنانيين إليها؟ استاذ ماريو بقلبنا بس بكرامتهم، اذا ما بقى في سقف يقوى تحته وبتحطهم بالخيم، كلنا بنعرف انه درجه الحراره بالبقاع هلا مش بعد يومين وثلاثه واربعه، هلا درجه الحراره بالبقاع بالليل بتوصل لناقص اثنين وناقص ثلاثه. طيب شو عم يعملوا يعني هالناس؟ كيف عم يعملوا هالناس؟ الله يساعد الناس. ومن هون استاذ ماريو بدي فوت على موضوع المازوت، يلي موجودين بالمدارس ما عم بيقدر يكون في مازوت لتدفيلهم، ما بيكفي تحط لهم فرشه على الارض ويناموا بالسقعه، الاولاد بدهم يمرضوا، ما بتقدر ما تكون عندك مازوت لتلم الزباله لانه الاولاد بدهم يلقطوا امراض. طب في مجموعه امور طلبت هالشيء. خليني احكي السلبي وخليني احكي الايجابي. تواصلت مع الوزير ناصر ياسين يلي هو اليوم بجنيف، وبعثت فويس لرئيس الحكومة لدولته يلي كمان تجاوب، لأنه الوزير ناصر ياسين قال لي أنه دولة رئيس الحكومة معه على السمع، وعطى استثناءات بمعنى أنه كل توزيع المازوت يبلش من المناطق الأكثر ارتفاعا. نعم. مثلا امبارح على عهدته المحافظ بعد بطانيات، بعد غذاء، بعد فرشات، وبعد دواء تنظيف. أنا بقول لك يعني أكيد مشكورين على اللي عم بيعملوه بهيدا الظرف، خاصة إنه مش كتير ناس عم تسترجي تاخد هالمواد وتنطلق من مركز لبيان تتطلع عبر طريق دهر البيدر.
حتى يلي عم بيروح على طريق عينات الأرز يعني عم بياخد المسؤولية على عاتقه المحافظ، سعادة المحافظ. اليوم يلي هو كتير طارق وكتير، وحكيت مع المحافظ اليوم وبعد وعدني انه بكرة يتم ويكون عم بيصير ينبعت مازوت، المدارس بدها تطفي لانه ما بقى عندها مازوت. شو يعني شو؟ لا بدي افهمها، بدي افهمها يعني بكتير صراحة. شو يعني المدارس عم بتطفي؟ ما بقى في مازوت للتدفئة؟ لك ماريو، المدرسة فيها موتور. نعم. لما المازوت بيوصل 2 سنتيمتر بالموتور اساسا هن عم بيأننوا ليقدروا يطولوا اكثر فتره ممكنه. نعم. يعني وصلت لوقت المدرسه ما تقدر تضوي اكثر من ساعه بالليل. طيب طلبت مازوت، طلبت مازوت من مين؟ اي ماريو، صرنا جمعتين ثلاثه اليوم بحكي مع سعاده المحافظ وبحكي مع الوزير ناصر ياسين اللي موجود بجنيف. نعم. أكد لسعادة المحافظ أنه بيقدر يستعمل السلفة الاستثنائية المعطاة للمحافظة بشكل استثنائي للمدارس بدير الأحمر لمراكز الإيواء ليزودهم على القليلة ما يضطروا يطفوا بالكامل، ليزودهم بالمازوت. ليك شو بيعني مادة المازوت ماريو؟ تعني التدفئة، تعني الضوء بالليل. ما حدا يضحك لما بقول ساعة ضو بالليل يعني مشكلة، بدنا نوصل ولنه لساعتين، لأنه يا ماريو في ولاد صغار بدك تحفظهم، في ولاد صغار بدك تنيمهم، يلي ما عم بيصير إنه في ناس بدهم يتحمموا، وإلا بسرعة بدنا نصير عايزين أدوية، أدوية للأمل وأدوية للجرب أكثر مما نحن متخيلين. مش هيدا كرامة النازحين عنا، وهيدا يلي الدولة لازم تعمله يا أستاذ أنطوان. مشان هيك يلي عم بقوله، أول شيء بتمنى على سعادة المحافظ يلي وعدني اليوم إنه بكرة يكون مأمن الحد الأدنى حتى ما تطفي الموتورات. لازم الموتورات تأمن التدفئة والمي السخنة تالناس تقدر تتحمم. وأكثر من هيك استاذ ماريو، هاي منطقة ما بيقدروا فوق أكثر من طاقتها. بتعرف شو كانت لاحظة خطة الطوارئ؟ إنه دير الأحمر تستقبل 2000 ل 3000 نازح. قدي صاروا؟ اليوم دير الأحمر فيها 10 ل 12 ألف، غير اللي عم بيجوا واللي عم بيروحوا ويلي نايمين بسياراتهم بالساحات، ويلي ما إلنا حق نتركهم يناموا بسياراتهم بالساحات ولا إلنا حق ننيمهم بخيام. الطقس اليوم ما بقى بيسمح أنه يصير هيك. وعدني سعادة المحافظ ووعدني رئيس لجنة الطوارئ أنه يتم تخزين كل الكميات الكافية. ماريو، ليه ما تخزن قبل؟ استاذ انطوان، ليه ما تخزن قبل؟ ليه ما تخزن قبل؟ ما نحن كلنا عارفين الوضع. ماريو، من اول نهار عملت اجتماع مع لجنه الطوارئ من شهر، واجتماع ثاني واجتماع ثالث، ما بعرف وما بدي كب المسؤوليات ولا هممني اتهجم على حدا. هلا صار هيك أسبوع أو أسبوعين، إذا سكرت طريق الأرز ما بتعود تلاقي حدا يسوق الصهريج تيطلع مازوت، وما حدا مستعد يروح على طرقات عم تنقصف إلا إذا يلي ودى المسألة لهون وما تفادى بالسياسة إنه نوصل لهون قادر يعرف إنه المشكلة رح تنحل بكرة أو بعد بكرة. طيب وما بدي أحكي سياسة، رأيي بالسياسي واضح ما بتراجع فيه مليان، بس اليوم عم بحكي بخصوص الناس وواقع الاجتماعي. مين ما كانت تكون وشو ما كانت تكون من الناحية السياسية أو غير السياسية، ما لنا حق نتركهم يتبهدلوا. طيب مشان هيك على لجنة الطوارئ وعلى الحكومة، تعرف أنه هاي المنطقة تحديدا، وما بدي أنطر إداريات، بعرف انه كل لبنان عم بيشكل ضغط عليهم. نعم. بس اللي بعرفه انه هول الناس ممنوع يكونوا بحاله غير عاديه،
من المفترض لجنة الطوارئ أول شيء تطلع له والمازوت، وأنه نخزن بالمنطقة، لأنه إذا تسكرت طريق عينات الأرز بصور عنا مشكلة كتير كبيرة، خاصة إذا القصف بعلبك الهرمل كفى. طيب. والله يساعد ابن بعلبك الهرمل يلي لا نقته ولا جمله، بس هو قاعد عم يتفرج على منطقته عم تتهدم. ماريو بدي أقول لك بعد شغلة صغيرة قبل ما تسألني. وقت قالوا لي إنه في مراكز نزوح ليروحوا أهل بعلبك الهرمل على الشمال، ماريو طلعوا كاميرا لفوق وصوروا السيارات، ما في سيارة تقدر تقطع طريق عينات الأرز، لأنه سيارات مهرجلة، عالم معترة، عالم عايشة أساساً دون مستوى الفقر الاجتماعي. شو عم نحكي اليوم؟ يجب أن نلحظ هذه المنطقة بشكل سريع، لأنه إذا بنترك الأمور وبنديرها بشكل تقليدي أكيد عندنا مشكلة كتير كبيرة. طيب سؤالي لك، أكيد ماريو لازم على السريع يأمنوا لهم مكان إيواء لائقة، لا خيم ولا شيء بمنطقة البقاع، لأنه ما رح يقدروا يبقوا بدير الأحمر كلهم سوا. ما بقى في بيت بدير الأحمر فاضي. طيب عم بتقول المشكلة الأساسية هي مسألة التدفئة والإنارة، صح؟ صحيح. اليوم الليلة والمياه ليتحمموا. طيب كمان هلا الليلة في مازوت بالمدارس بمراكز الإيواء؟ لا ماريو، صار لنا 3 أسابيع، رح أحكيك الأشياء مثل ما هي. صار لنا 3 أسابيع ببعض المدارس بأننوا ساعة ونص تيقدروا يكفوا بالمازوتات قد ما فيهم، وأساساً خلصوا قبل بوقت. صرنا مرة أو مرتين بنجرب نمرق مازوت بشكل أنه في ناس ما بيحبوا نذكر أسمائهم، هن بشكل خاص إجوا قالوا نحن بنمرق 100 لتر لهيدي المدرسة، 1000 لتر لهيدي المدرسة، هيك من 3 جماعة عم بنمشي أمورنا. بس ما قلنا حق بوضع مثل هيدا نتكل على مبادرات فردية من أهلنا بدير الأحمر. ليش نطرت أو من ناس موجودين بالاضطراب إن من الطائفة الشيعية الكريمة أو من أهلنا ومن مجتمعنا؟ أوكي. بس وهيدا اللي عم بندبر فيه أمورنا لحديت هلأ. برجع بقول لك المواد الغذائية مبارح وقبلها كان في مطابخ بالمواد الغذائية ما كان عندنا مشكلة، وقلت لك شو يلي لجنة الطوارئ والإغاثة ومتابعة حضرة أو سعادة المحافظ تأمل من خلاله صار مبارح. طيب عم بتقلي أنه المشكلة الأساسية مشكلة المازوت، عم بتقلي طيب اتواصلت مع وزير الأشغال؟ رح لك شغلة صغيرة، حكينا مع أستاذ خالد ووصلوا اللوايح يلي عندنا ياهن على، وأنا ما بدي فوتك بالسيركوي الإداري، ما كمان إذا وزارة الأشغال بتقلك ما انصرف لي وبعد ما وصل إمكانيات مالية، شو بقدر أقول له لوزير الأشغال؟ اليوم طمني رئيس لجنة الطوارئ إنه بلش يصير فيه إمكانيات مالية بين إيديهم، يومين 3 بس يرجع هو من جنيف رح يقدروا يبلشوا يحددوا آلية واضحة للصرف من هلأ لوقتها. وعدني المحافظ الليلة أنه بكرة يكونوا حلينا من خلال سلفة خزينة بيقدر يتحكم فيها. يعني بكرة في مازوت بدير الأحمر؟ هيدا اللي نوعدت فيه. في كم يعني، والكمية اللي بدها تطلع هي كمية بس حتى تعطي ساعتين؟ ما بعرف قديه بيقدروا يأمنوا كمية ماريو، ما بقدر أقول لك شيء مني أكيد. طيب. منه عم بقول لك الهيدا اللي نوعدنا فيه ويلي بيصير بكرة بقدر أرجع أعطيكم خبر فيه، وبتمنى أنه تتابعوه. طيب بكرة في اجتماع، لأنه ماريو الإعلام عم بيشكل سلطة حقيقية. برجع بشكركم اليوم على هالمتابعة وعلى السؤال، بدنا
كل واحد من موقع مسؤوليته بدك الحقيقة بالسلطة التنفيذية عنده مسؤولية إدارة المسائل، الإعلام عنده مسؤوليته أنه يضوي، وعن تقوموا بمسؤوليتكم كاملة. شكرا. ومسؤوليتي أن يكون صوت الناس. طيب بكرة في اجتماع لنواب بعلبك الهرمل صح؟ عفوا. أول شيء ماريو ما بدي أحكي وفوت بالسياسة، لا بس لا مش في شيء معيب بالناس. في شيء معيب. أول شيء أنا نايب بعلبك الهرمل ما معي خبر، بعرف من الإعلام. بدهم يتواضعوا لأنه هن وصلوا ناسهم لهالمأساة وبيغيبوا عن السمع. بعتذر لأقول هيدا الشيء. وآخر شيء بيقولوا نواب بعلبك الهرمل دعلوا، لا أنا نايب بعلبك الهرمل ما معي خبر. جرب تحكي مع حدا؟ يكتبوا بنص الدعوة، ما بيدعوا هيك، بس تنعلم تنكون أخلاقيا عم نعرف نتعاطى مع بعضنا وتنعلم بعضنا التواضع. بيقولوا نواب بعلبك الهرمل بكتلة حزب الله أو بكتلة بكتل الثنائي، نواب ووزراء حزب الله من هالكتل، هن عم بيدعوا لاجتماع بفهم. بدك للحقيقة أنا أول شيء مبسوط أنهم عم بيدعوا، ولو عملوا الدعوة غلط، وبتمنى أنه يلاقوا حلول لأنه المهم وجع الناس ولو بعد 3 أسابيع، وبتمنى أنه هالموضوع يمشي لأنه اللي بيهمنا نوصل لنهاياته، يعني نوصل لأنه ناسنا نكون عم نهتم بأمورهم بشكل كامل. طيب. بالموضوع الإنساني ما لازم يكون في إطار سياسي، والدعوة ما لازم تنعمل هيك ويكون إطارها سياسي لأنه هيدا شيء معيب. يعني ما عندك فكرة عن شو الاجتماع بكرة؟ أبدا أبدا. طيب. حتى داعيين بمحلات مش داعيين بمحلات تانية، وبكل المحلات في نزوح. داعيين باتحادات مش داعيين برؤساء بلديات معينين. هيدا مش هيك الإنسان. لما بيكون عم بيتعاطى بالمسألة السياسية بيتعاطى، وبقول لك هالمنطق بالتعاطي على المستوى السياسي من سنوات لليوم هو يلي وصل الناس لأنهم يكونوا بهالمأساة. طيب عندي وصل كل لبنان لمأساة مش بس المجتمع الشيعي. استاذ أنطوان، هيدا اللي لازم نبلش نفكر ننزل عن، نشوف كيف بدنا ننزل عن الرف تنقدر نحكي مع بعضنا على القليلة على المستوى الإنساني تنحل المشاكل الإنسانية لمجتمعنا. فإذا نقطتين أساسيات، مادة المازوت مطلوبة بشكل ملح جدا جدا جدا. صحيح. ابتداء من الليل. صحيح. اثنين، مفترض وجود أو خلق مراكز إيواء جديدة لأنه هذا العدد لا يمكن أن تتحمله منطقة دير الأحمر. صح؟ صحيح 100% ماريو. بعد في شيء غير هيك؟ بشكل أساسي هيدا ماريو، وبتمنى من خلالكم أنه الإعلام يتابع بشكل دائم هالموضوع لأنه هو السلطة البرابعة اللي بدها تساعدنا تنتخطى أي إشكالية أو أي عملية روتينية إدارية بتأدي، لأنه هول الناس أهلنا ما يقدروا بمأساتهم يكون في حدا واقف حدهم بشكل حقيقي. شكرا لك عضو كتلة الجمهورية القوية نائب أنطوان حبشي. شكرا لك ماريو. إن شاء الله النداء يكون مستجاب بأسرع وقت.